بجد ترحيب بحضراتكم من جديد، مشرفني ومنورني نجم مصر ونادي الزمالك كابتن تامر. كابتن تامر مساء الفل. مساء الخير يا حزوم، بتبسط دايما بوجودك معايا. والله انا بتبسط، بس النهارده يمكن يوم حزين، الواحد نايم امبارح حزين من اللي حصل في منتخب مصر، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. في البدايه خليني اقول لك الف سلام عليك. الله يسلمك، معلش انا الصوت متغير، عندي دور برد، ف سلامات يا اسف كابتن. للمشاهدين طبعا. عايز اتكلم مع حضرتك عن من هو الذي يتحمل خساره منتخب مصر والخروج اللي نقول عليه يعني كارثي بالنسبه لمنتخب مصر على نواحي النتائج وعلى نواحي المستويات الفنيه اللي قدمها منتخب مصر. لا انا ما اقدرش اقول يا حازم من هو، انا ممكن اقول لك المنظومه لما يعني لما بتنجح، يا بتنجح كلها يا بتفشل كلها. ما اقدرش ان انا اقول ان في فرد زي ما الناس دلوقتي محمله مثلا حازم امام او محمله فيتوريا او محمله محمد صلاح. انا شايف ان المنظومه كلها اخطات في البطوله دي، اعلاميا وصحفيا واتحاد كوره ومدير فني ولاعبين. فلو فصصنا كل حاجه كده من بدايه من اتحاد الكوره، اتحاد كوره كل فتره بنتوقع ان يجي اتحاد كوره قوي يحط اسس، يبقى بيفكر بس في المنتخبات. انت الدوري بتلعبه لسبب واحد، ان انت تفرز لاعبين يمثلوا منتخب مصر. الدوري مش معمول عشان في الاخر المهم ان الزمالك ياخد الدوري او الاهلي ياخد الدوري، لا، الاهم منتخب مصر. كل اتحاد بيجي يفشل، حتى الانتماءات بقت مش لمنتخب مصر، بقى انتماءات لانديه. بعد الناس دلوقتي بتتكلم ده اهلاوي وده زملكاوي، وده ما كانش بيحصل خالص في منتخب مصر. انا سالت يا كابتن عذرا يعني للمقاطعه، ولكن انا سالت في هذه الجزئيه بعض الناس، ليه الناس ما بقتش ملفوفه او ما بقتش موجوده حوالين منتخب مصر وبقت تتجه اكتر للفرق، للزمالك والاهلي؟ فقالوا لي لان الزمالك والاهلي او الانديه الجماهيريه بشكل عام بقت هي اللي تفرح الناس اكتر من منتخب مصر، والدليل ان احنا بقى لنا 14 سنه ما خدناش بطوله قاريه. لان اخطاء وانا بقول لك كل اتحاد بيجي بيبقى جاي بنظام جديد، يقول لك انا انتظام المسابقه، فجاه تلاقي المسابقه مش منتظمه، قوانين بتتحط ما ينفعش تتغير في نص الموسم، بتلاقي في نص الموسم فجاه قرارات انها تتغير. فكل سنه بالعشوائيه دي بالطريقه دي عمرك ما هتفرز لعيبه، مع طبعا الحاجات اللي بتحصل بره. انا ما بحبش يعني، انا بقالي 6 سنين بحلل يا حازم، عمري ما بحب انتقد ولا اشخاص، ولا انا بحب اتكلم كوره فقط، ولكن اللي حصل امبارح لازم يبقى فيه وقفه، لازم يبقى فيه تفكير في منتخب مصر اكتر من الانديه، لازم يبقى فيه فكر ان الاتحاد اللي جاي ده ما يتاثرش باي، يبقى خايف من صحافه او اعلام انها تهاجمه علشان قرار ضد الاهلي او قرار ضد الزمالك. طول ما الاتحاد جاي حاسس ان هو خايف من انديه، عمره هيطور اللعبه ولا عمره هينجح. تصريح مهم جدا على فكره، وفي الحقيقه تصريح موفق منك يا كابتن. ربنا يخليك. جالنا دلوقتي انباء، وهي يعني انباء شبه مؤكده، بتؤكد ان كابتن حازم امام بيدرس الاستقاله من منصبه في اتحاد الكوره. بص انا اعرف حازم، وعارف ان حازم من الشخصيات طبعا محترمه جدا، وحازم يعني من الشخصيات اللي عايزه تطور الكوره وعايزه، هو يمكن كان مسؤول عن ملف ان هو اختيار المدرب، ولكن انا ما اقدرش احمله المسؤوليه. هو في الاخر واحد من مجلس كامل، لما اجي احمل المسؤوليه احمل مجلس الاتحاد كله، ما اقدرش احمل فرد واحد. ف يعني انا بمعرفتي في حازم اعتقد ان هو هيستقيل، ان هو شايف ان هو اللي شال الليله زي ما بنقول، اللي هو كل الناس بتحمله مسؤوليه، وانا بقى شايف الموضوع خطا كبير يعني. فاتمنى ان يعني يبقى في تريث كده ونشوف الصالح. ما احنا عايزين دلوقتي حلول، احنا بنفكر عندنا تصفيات كاس عالم مهمه جدا، وعندك بطوله في شهر 3، بطوله وديه او تجمع للمنتخب، ولكن برضه لازم نظهر بالشكل اللي وعندك في البطوله الافريقيه هتبقى في المغرب السنه الجايه، مش كمان سنتين. فانت بتتكلم في خلال سنه هتلعب تصفيات وتلعب بطوله، فمحتاج لو هيتم اختيار مدير فني جديد لازم يتم اختياره بسرعه، لو هيتم ان فيتوريا هيكمل لازم يبقى في قاعده معاه. ما تمناش ده يا كابتن. هو بص انا فيتوريا الشعب المصري كله، هو الشعب المصري طبعا، لان هو فاجئنا في البطوله. يعني يمكن قبل البطوله كانت الناس بتشكر فيه، عملنا ماتشات كويسه مع بلجيكا، في فرق ضعيفه قدرنا نكسبها باقل مستوى، ولكن عملت ماتشين كويسين سواء مع بلجيكا قبل كاس العالم او مباراه الجزائر وانت بتلعب ناقص. ولكن في البطولة أنا اتفاجئت بيه، متوتر جدا، اختياراته كلها غلط. يعني لو ابتدينا بقى نخش حتى تصريحاته يا كابتن تامر،
يعني يمكن هو الراجل قال لك انا بس عايز اضيف على كلام حضرتك جزئيه هامه، ودي حاجه من الحاجات اللي انا محتاج اناقش حضرتك فيها. يعني الراجل جه قال انا جاي عشان اجيب جيل جديد او اعد جيل جديد من الشباب لمنتخب مصر. طب انت معدل الاعمار عندك اكثر من 29 سنه، اكبر معدل اعمار في البطوله، وهكمل بقيت مع حضرتك الملفات، ولكن خلينا نتطرق لملف ملف. انا جيت معاك من اسبوعين كنت قلت لك كانت البطوله لسه هتبتدي، كنت لسه قلت لك مشكله فيتوريا كمان ان هو كان بيقول انا ببني جيل. طب بتبني جيل، انت عندك منتخب اولمبي، طبيعي ان يبقى فيه ثلاث اربع لاعبين كويسين اكيد ينضموا حتى لو ما لعبوش، يعيشوا اجواء البطوله مع اللعيبه الكبار. انت في الاخر واخد 27 لاعب ما لعبتش فيه خمسه او سته لاعبين ما لعبوش، فمن الخمسه سته دول بدل ما انت واخدهم كنت تاخد خمس ست ناشئين، واحد زي محمود صابر، واحد زي محمد شحاته، زي واحد زي اسامه فيصل، واحد زي ابراهيم عادل، لعيبه كويسه بروميسنج ان هم يعيشوا الاجواء، تدخلهم في المنظومه، تدخلهم الاجواء حتى ما لعبوش. صحيح. وتاني حاجه كانوا هيفيدوك، لان انت داخل البطوله بدنيا ضعيف جدا، فنيا ضعيف. هو مش محضر البطوله خالص، مش حاطط حتى كل مباراه، ما فيش سيناريو. انت المفروض تدير الفني، هو تحس يا كابتن ان هو مش مجهز للبطوله ده، هو مش مجهز يجي يقعد معانا هنا في البطوله. هقول لك حاجه، انت قبلها باسبوع طبيعي ان انت ماتش تنزانيا قبل المباراه الاولى اللي هي كانت موزمبيق، كان قبلها باسبوع بالظبط، طبيعي ان انت بتلعب بالتشكيل الامثل او التشكيل الاساسي وبعد كده بتعمل تغييرات. احنا اتفاجئنا محمد صبحي حطه بيلعب مباراه كامله وهو قال ان ده الحارس الثاني، فجاه في البطوله لقينا محمد الشناوي هو اللي بينزل، محمد ابو جبل اللي بينزل وبينزل المباراه الثانيه. طب منين ان انت ما دام انت مقتنع ان ابو جبل هو اللي يلعب، ما لعبش ليه مباراه تنزانيا؟ بتبتدي بفتوح فجاه مش موجود في البطوله بيلعب محمد حمدي، بتبتدي المباراه بامام عاشور، مروان عطيه النني رقم 8 فجاه في الافتتاح اللي هو مباراه موزمبيق، امام عاشور ومروان عطيه ما بيلعبش، والنني بيلعب في مكان مش بتاعه اللي هو سته، وبيلعب زيزو يمين وحمدي فتحي شمال. فهو مش محضر، مش مستعد، مش عارف ايه الاجواء الافريقيه. طبيعي ان انت عارف ان انت اكيد عارف ان الاجواء حاره ورطوبه عاليه، تعمل زي المغرب تروح قبلها ب 10 ايام تستعد، اللعيبه تاخد على الاجواء وتاخد على الرطوبه. وده يا كابتن اللي اهل العلم قالوا عليه ان انت لازم تكون، والمغرب عامل كده، عشان كده المغرب الوحيد لغايه دلوقتي مكمل في البطوله. وطبعا موضوع الاعمار السنيه، لان يعني كنا بنتكلم نقول ان مصر والجزائر وتونس اكبر اعمار سنيه، وهم الثلاثه اللي خرجوا، المغرب موريتانيا. علشان كابتن تامر احنا مش واخدين ولا لاعب واحد من المنتخب الاولمبي في المنتخب الاول، موضوع مين يحاسب على الكلام ده؟ انا ما اعرفش، وهو في الاخر المفروض بيبني الجيل. وبعدين انت لو واخد خبرات، نروح بقى لموضوع الخبرات، انت لعبت بمحمد عمنا، مستنيها دي والله. مستنيها. انت لعبت بمحمد عمنا واحمد حجازي البطوله كلها، ومع احترامي من أسوأ مباريات حجازي ومحمد عمنا مع منتخب مصر الاربع مباريات. انا عايز بس معذره، عايز اضيف حاجه صغيره جدا، وحضرتك اكيد بتتفق معايا فيها، ان احنا شايفين اللعيبه ما قصرتش، يعني اللعيبه كلاعيبه منتخب مصر، ولكن هي اتظلمت باختيارات من مدير فني، لعيبه مش جاهزه ومش فت، ما قدرش ان هو يطلعهم بالشكل اللي يليق بيهم، وفي نفس الوقت على نواحي الهويه او الايدنتيتي كمدير فني احنا مش عارفين ايه هويته، فبالتالي اللعيبه اتظلمت. هي طبعا هو طريقته ظلمت، وبعدين هو بيغير الطريقه. انت حتى لما ابتديت اول مباراه انت متعود، يعني اول مباراه في موزمبيق رحت مودي زيزو ناحيه اليمين، رحت مدخل محمد صلاح تحت مصطفى محمد، وانت ما جربتش الطريقه دي ولا مره في اي مباراه وديه، فانت ليه فجاه بتلعب 4 3 3 وتبتدي بطوله بخطه ثانيه تماما؟ وبعدين فجاه مش حاطط تشكيل اساسي، يعني انت بتبتدي محمد هاني المباراه الاولى ما يظهرش بصوره كويسه، ينزل عمر كامل الواحد الشوط الثاني يبقى كويس، يبقى المباراه اللي بعديها عمر كامل الواحد اساسي، ينزل اساسي ما يبقاش كويس، المباراه اللي بعدها محمد هاني، فانت ما فيش ثبات تشكيل، انت معتمد على مين اللي بيأدي كويس، لا ما فيش حاجه اسمها كده، يعني فاجئنا بفتوح بيبتدي وهو واضح ان هو بعيد بدنيا، طب ما تبتدي محمد حمدي وبيبقى ادي لفتوح الشوط الثاني. من يعني ضمن الحاجات برضو يا كابتن اللي انا عايز اكمل عليها تكملة طبعا على كلام حضرتك، ولكن الراجل ده واضح ان هو مش مذاكر منتخب مصر قبل البطولة ب3 جنيه وربع. الدليل على كده مهند لاشين، لو حضرتك تتذكر معايا في النسخة الماضية من أمم افريقيا ضيع بنالتي في مباراة السنغال، وكانت سبب ان احنا منتخب مصر لم يتوج بالبطولة. دي حقيقة. من الظلم والفجر الفني ان انت تنزل مهند لاشين وانت رايح ضربات جزاء، انت عارف ان هو اوريدي في الحته دي معنويا الراجل زيرو معنويا،
لعيب دولي واه لعيب كبير وعنده من الخبرات اللي هو يقدر يشارك مع منتخب مصر، ولكن التوقيت محدش معاك في 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 يقول لك في الجهاز الفني كله يقول لك ان الراجل ده مش ده الوقت اللي والله انت والله هو المفروض مش لازم حد يقول له كمان ان هو المفروض متابع منتخب مصر اكيد البطوله اللي فاتت وشافها وعارف مين اللي اكيد سدد ومين اللي كويس. لا انا عايز اختيارات بس من الاول نبتدي من حراسه المرمى، لان الموضوع حراسه المرمى ده يعني لازم نقف معاه. حراسه المرمى انت واخد اربع حراس مرمى تمام، محمد شناوي كان متعور قبل البطوله وهو الحارس الاساسي، فطبيعي ان انت هتاخده معاك هتعتمد عليه. واخد محمد ابو جبل كان مع البنك الاهلي بيأدي دور اول سيء، بنك الاهلي الاخير بيدخل فيه اهداف كتير قوي مش في حالته. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، في كلام كان بيتقال ان محمد الشناوي رايح المنتخب مصاب ومش في حالته، صحة هذا الكلام يا كابتن؟ انا ما اعرفش، بس هو واضح ان هو اتقال كتير جاهز، ان هو مش جاهز وان هو صامم ان هو يلعب، لان ده دور المدير الفني ده يا كابتن، ده دور المدير الفني. بس طبيعي حضرتك لاعب برضه لاعب دولي وراجل حازم، بس طبيعي ان ممكن يبقى حارس الاساسي افضل محتفظ بيه حتى لو رايح مصاب، ممكن ده اللي احتفظ بيه. صحيح. بس ان انا اخد احمد الشناوي، وشفت كمان دكتور بتاع بيراميدز ان هو بيقول ان كان عنده كسر في الضلع وكان صعب انه يلعب في البطوله، فانت واخده ليه؟ محمد صبحي كان شكرا يا كابتن بقى له 3 4 شهور ما بيلعبش، فانت ظلمت ناس، ظلمت واحد زي محمد عواد احسن، يا محمد عواد لو موجود معاك ونزل بدل وهو معروف ان هو افضل من بيصد ضربات ترجيحيه او ضربات جزاء. كان ده بالارقام يا كابتن، حضرتك مش بتجامل عشان حضرتك راجل زملكاوي، ده بالارقام. لسه في البطوله، لسه في الرجاء، لسه لو بصينا في ماتشات المصري السنه اللي فاتت واللي قبلها، برينتيين للمصري بيصدهم بطولات كتيره قوي، صد ضربات جزاء كتيره، فهو مميز في الحته دي حقيقة. شفناه حتى في مباراه اهلي جده كان متالق ازاي، فطبيعي ان انت تاخده واحد زي محمد، بس متالق مع سيراميكا، طبيعي ان انت تاخده. فانت من الاربع حراس الاربعه مش جاهزين، فده بقول لك الظلم او المجاملات في التشكيل، هو عايز الناس اللي هي فضلت معاه في المعسكرات كلها سواء بقى مصابين مش مصابين. فتوح واضح ان هو مش جاهز، طبيعي ان انت تبقى معاك باك ليفت عشان محمد حمدي ما عندوش خبرات جيده واول بطوله ليه وممكن يبقى مشدود، فطبيعي يبقى انت معاك لعيب باك ليفت. ازاي يا كابتن، ازاي مدير فني رايح بطولة مجمعة بحجم بطولة أمم إفريقيا، الحدث الأهم والأكبر داخل القارة السمراء، باتنين حراس مرمى عليهم لغط إن هم مصابين، عشان واحد بقاله 3 شهور ما بيلعبش وموقوف اصلا مع فرقته او 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 عنده مشاكل، وفي نفس الوقت الثاني عنده اصابه او مش جاهز او مش فت بنسبه 100%، البطوله الاكبر والاهم في افريقيا. وبعدين انت اختياراتك، انت بتاخد لعيبه المفروض عندها خبره ما استفدتش منها، يعني انت اخذت، طب انت في الاخر ما خدتش لعيب زي شيكابالا ليه؟ يعني شيكابالا لو كان موجود في المنتخب ان هو ينزل اخر ربع ساعه في الاكسترا تايم بخبراته بتاثيره على لعيب زي محمود الونش، انت رجع مع في نفس الوقت مع حجازي، وشفنا الونش كان متالق ازاي في مباراه اهلي جده لغايه قبل الاصابه، الله اكبر عليه يعني. وكان جايب جون في الرجاء، لا وجايب جون في الرجاء ومتالق ومكسر الدنيا وسرعه عاليه جدا. انا في الاخر انا واخد 3 لاعبين انا مش واثق فيهم ان انا انزلهم، لان هو لو كان عنده ثقه في علي جبر او احمد سامي او ياسر ابراهيم طبيعي ان هم كانوا ياخدوا، خدوا حتى جهزوا معاك زي ما جهزت لعيبه كتير. حجازي ومحمد امينه من الاثنين ما طلعوش دقيقه في الاربع مباريات والاثنين مستواهم مش في افضل حاجه، فطبيعي ان انت كان يبقى في تغيير في المنطقه دي، كل الاهداف من العمق او من ناحيه الشمال. وبعدين يا كابتن الثنائيه ما اثبتتش نجاحها، مش عشان عبد المنعم وحش او عشان حجازي يعني مش باكي، وحش وياسر ابراهيم كان الافضل انهم يلعبوا، مش عشان هم وحشين، عشان هي الثنائيه مش جايه بالعافيه. لا وحجازي بعيد وراجع 3 صليبي يا كابتن، وجاي بيلعب في امم افريقيا وهو كل اللعب 3 4 ماتشات مع فريقه يعني. صحيح. فاختيارات كلها غلط، ما فيش حد في نص الملعب غير امام عاشور اللي يقدر اللي هو ياخد الكوره ويعدي ويبني لك. طب انت ما عندكش لعيب ليه زي اوباما يفيدك ان هو ممكن يبقى تنزله في وقت ما يبقى راس حربه تاني يبقى مفيد في نص الملعب، يلعب 10 يلعب 8، فعندك عدد كبيره جدا، ومش لعيبه الزمالك بس عشان الناس ما تفهمش، لا لعيب زي اكرم توفيق. طب انا عندي سؤال، عندي سؤال يا كابتن، هو دلوقتي كان مستبعد امام عاشور وكان مستبعد طارق حامد بقرارات تأديبية، ده انت كويس فكرتيه بموضوع طارق حامد، انت رجعت امام وما رجعتش طارق وانت في عز احتياجك للعيب دستروير رقم 6 في نص الملعب بوكس تو بوكس بيقاتل وبيجيب كل كوره، ولما شفنا مروان حمدي طلع الكارثه اللي شفناها في نص الملعب كانت عامله ازاي؟ غلطه غريبه ان مروان عطيه ان هو يخرج
والغلطه الاكبر النني يخرج، النني من افضل مبارياته امتى؟ هو عشان الانذار بس، انا بتكلم هنا بقى انذار ايه؟ انت فاضل اربع خمس دقائق خلاص، انت خلاص صحيح. إيه 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 قول له ما تعملش احتكاكات كثيره، احنا عندنا ضربه والنبي نديله عذره في دي. بس تعالى بقى في التقيله وفي الكبيره، حضرتك دلوقتي تم استبعاد طارق حامد وامام عاشور بقرارات تاديبيه، وقلت دول انا مش عايزهم، ليه اخذت امام وما اخذتش طارق مع ان انت في احتياج فني لطارق حامد؟ يعني انا ما انا انت خليت الراجل يعتزل. انا لغايه دلوقتي مش فاهم، انا انت خلصت عليه. طارق حامد كان مهم جدا، واكيد كان اسد مهند لاشين ومحمود حماده، وبعدين انت مهند لاشين ومحمود حماده مش لعيبه مثلا صغيره فبتقول اصل عامل السن، الاثنين فوق ال 30 او يعني اعتقد ان هم 30 او فوق ال 30، فيعني مش لعيبه صغيره ان انت عايز بقى تعتمد عليهم في الفترات اللي جايه، وما اديتهمش ولا دقيقه، انت بتنزلهم في وقت صعب. طب حضرتك شايف الامر ده ازاي يا كابتن؟ لا انا شايف ان هو فيتوريا واضح ان يعني اسم منتخب مصر كبير عليه، يعني جدا. واضح ان يعني انا كنت اول مره يدرب منتخب يا كابتن، ما عندوش خبرات خالص بالقاره الافريقيه. انا شايف ان امبارح مستوى الكونغو باقل مستوى المنتخب مصر كنا ممكن نكسب عادي. عارف يا كابتن تامر والله، وحضرتك تقدر ترجع للحلقات بتاعتنا هنا في قناة الزمالك من أول يوم وإحنا قايلين الدعم لروي فيتوريا في القيادة الفنية لمنتخب مصر، الدعم للجهاز الفني، الدعم للمنتخب. إحنا طول ما الناس كانت بتهاجم إحنا الوحيدين هنا، إحنا وإلا من رحم رب يعني، كنا بندعم المنتخب وكنا بنسكت يا كابتن وبنغمي عينينا وبنحط إيدينا على بقنا في مشاكل كتير جدا. قال على علم وحضرتك على علم وعلى دراية بيها من جوه المنتخب، والله ولا طلعنا صدرنا مشاكل ولا طلعنا في حق واتكلمنا في حاجة ولا في أي شيء سلبي. لا أنا قلت لك ساعتها لازم نستنى بعد البطولة ما تخلص عشان نبتدي بقى نقيم التجربة. طيب روي فيتوريا لو هنتكلم على بصماته مع منتخب مصر او الاسماء اللي جابها، يعني مثلا كيروش جاب لك محمد عبد المنعم، جاب لك مرموش، جاب لك عمر كمال، مهند، يعني عمل لك طلع لك اسامي، هو جابش محمود حماده. وعلى الناحيه الثانيه بنتكلم في روي فيتوريا، انت جاي عايز تعمل جيل جديد. طب اللعيب اللي انت جبته لو انت بتتكلم على جيل جديد عنده 32 سنه اللي هو محمود حماده، كامل الاحترام والتقدير، لعيب كبير جدا. انا هنا بتكلم على اختيارات فنيه وتصريحات لمدير فني بنحللها. وايه واول يعني هو لعب ايه شوط؟ اعتقد ده الشوط الوحيد اللي في تاريخه في هو ده يا كابتن، هو ده يا كابتن. فمش طبيعي ان انت تنزله بقله خبره، يعني انا كنت شايف هو عايز يبيع لنا بيعه يا كابتن، احنا مش هنشتريها، لان هو بيستهون وبيستخف بعقول الشعب المصري. ماليش اي تعقيب تاني على هذا الامر غير كده. لو حضرتك ليك راي تاني يا ريت تقول. انا في الاخر انا مش هقيمه كشخصية، انا هقيمه احنا بنقيم تصريحات قدامي، تصريحاته، طريقه لعبه، تغييراته، مش حاطط سيناريو الماتش. يعني طبيعي ان اي مدير فني يبقى عارف ان لو حصل طرد هعمل ايه، لو لعيب الباك ليفت عندي اتعور هعمل ايه. ده هو قاعد توتر غير عادي بره وهو على الخط ومؤثر على اللعيب. يعني انا عمري ما شفت لعيبه مصر بالضغط اللي عليها دي. لا يعني انا انت عندك لعيبه عندها خبرات عدت في ماتشات اتقل من كده بكتير قوي، ولكن لما انا ابقى قاعد واقف في الملعب شايف المدير الفني بره متوتر ومش عارف يعمل ايه، اكيد هياثر فيا كلاعب يعني. فانا شايف ان طبعا فيتوريا البطوله دي يعني بصوره كبيره هتخليه يعني هيبقى صعب قوي انه يكمل، خصوصا خلاص في اجماع ان الناس مش مقتنعه بيه. كفايه كده بقى. انا كنت اتمنى، بقول لك انت عندك في شهر 6 ماتشين من اهم المباريات التصفيات كاس العالم، اللي هو سواء بوركينا هنا او غينيا بيساو بره، اهم ماتشين ليك اللي هيحددوا لك هتوصل كاس العالم ولا لا. فكنت اتمنى ان هو يفضل موجود، ولكن بادائه ده وباختياراته دي انا شايف ان لازم مدير فني، مدير فني اجنبي كمان. يعني انا فكره ان احنا نرجع للمدير الفني المصري انا مش عجباني، لان انت المدير الفني المصري بتستنى له برضه على ماتش واحد. يا بص فيتوريا ممكن تستنى له يبقى في نقد كتير، بس هستنى البطوله كلها. المدرب المصري ما حدش بيستحمله، ماتش واحد خساره صحيح الدنيا بتتقلب. زي كابتن ايهاب جلال. فعشان كده انا شايف ان المدير الفني اجنبي اسمه قوي. حتى انت في الاخر برضه انت ما بتدفعش قليل، انت بتدفع لروي فيتوريا 200,000 دولار في الشهر. احنا تاني اغلى مدرب في بعد جمال ابو المصري افريقيا، بعد جمال بالماضي مدرب 208,000 اعتقد يورو غالبا في الشهر، وتاني 200. ف رقم كبير جدا، انا شايف ان ممكن نجيب مدربين اكبر من كده. اعتقد ده حتى مدرب المنتخب البرتغالي ما اعتقدش ان هو بيتقاضي هذا الاجر، ومحتاج حد يبقى عنده خبره في القاره الافريقيه.
يعني كان نفسي طبعا لو تعرف هيرفي رينارد اللي هو كان اكيد ماسك منتخب الكره النسائيه في فرنسا دلوقتي ده وطلبوه في كوت ديفوار. يعني ده حتى لو هياخد 300,000 يورو في اثنين امم افريقيا في جعبته. مدير فني كبير واخد مع زامبيا واخد مع زامبيا وكوت ديفوار كوت ديفوار موصل المغرب والسعوديه اعتقد كاس العالم فمدير فني طيب كبير. استاذنك يا كابتن نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن تامر صقر. بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه. كابتن تامر، استكمالا لتصريحات روي فيتوريا اللي فيها تناقض كبير، يمكن هو دايما تصريحاته مش بتدل على اللي بيتم تنفيذه داخل ارض الملعب، واتكلمنا على ده قبل الفاصل، ولكن استكمالا لهذا المسلسل من التصريحات الغير مطابقه لارض الواقع، كان ليه تصريح شهير ان احمد سامي بالنسبه لي هو لاعب زيه زي الساعه السويسريه. ازاي واحمد سامي شفناه على طول بره السكور؟ ما مش فاهم انا كل مره ابص على 23 لعيب الاقي احمد سامي من الاربع لاعبين اللي هم بره التشكيل، فعشان كده بقول لك هو واخد لاعبين ما اعرفش تكريما لهم ولا لان هو واضح ان هو مش عايز يعتمد عليه. وقلت لك المشكله ان كان في مشكله في المنطقه دي، فمن الطبيعي ان انت ممكن تستعين بواحد على الاقل في جزء من المباراه سواء ياسر ابراهيم او احمد سامي. لا هو في تناقض، انا بقول لك هو البطوله داخل البطوله متوتر جدا، اختياراته غلط، تعاملاته مع المباراة غلط، تغييراته في توقيتات غلط، يعني بطولة للنسيان بالنسبة له. يعني هي الأسوأ في تاريخ مشاركات المنتخب. بتكلم يا حازم من 92 احنا عمرنا ما دخلنا بطولة افريقيا وما طلعناش على الاقل بواحد بفوز، فانت من 92 اخر بطوله ما كسبناش فيها ولا مباراه. طب اخد من حضرتك تعقيب على تصريحاته في البريس كونفرنس امبارح، بيقول لك منتخب مصر بيواجه سوء توفيق. بص احنا طبعا يعني في الشوط الاولاني لو كانت كره احمد حجازي اللي كانت العرضيه اللي كانت سهله دي لو كانت دخلت كانت فرقت معانا جدا في المباراه، ولكن ما هي دي كره، ما طبيعي ان انت هتقابل سوء توفيق. بس لما شايف سوء التوفيق في اختيار المدير الفني؟ بص ما انت في الاخر انت ما بتبقاش عارف، انت لو نجح كنت كلنا كنا هنشيد. لو في مقاومات يا كابتن تامر حضرتك عشان المدرب تقول ان هو هينجح يبقى في بوتنشال او في اماره تديك ان هو مدرب ناجح، بدليل ان هو قال ان انا هعمل جيل جديد من اللعيبه الشباب، ما استعانش بلعيبه شباب. تمام. قال لك انا هعمل هويه هجوميه لمنتخب مصر، ما شفناش هويه هجوميه. قال لك عندنا اخطاء دفاعيه، ما شفناهوش بيصحح الاخطاء الدفاعيه. فبالتالي يا كابتن احنا بنتكلم على النواحي الفنيه، المدرب لو هنديله تقييم من النواحي الفنيه كل المحللين وكل اللعيبه القدامى وكل المدربين اكتر حد كان كارمو اداله 3 من 10. نرجع برضو لينا احنا، احنا لما جه كوبر وكيروش وكانوا بيوصلونا للفاينل بطريقه دفاعيه، لان كانت عارف معروف ان المدير الاثنين دول بالذات مديرين فنيين كبار جدا، عارفين ان امكانيات مصر ما ينفعش ان انت تلعب مع الفرق المنتخبات الافريقيه بطريقه مفتوحه وطريقه هجوميه، كان الجمهور كله بيطالب ان احنا عايزين مدير فني خلينا نهاجم ازاي وبلاش موضوع باسي لصلاح، ولكن امكانيات لعبتك وخصوصا في الخط الدفاعي لازم تبقى بتلعب بطريقه كوبر وكيروش، ان انت تبقى مامن كويس قوي دفاعيا وبتعتمد وازاي الخط. احنا ازاي مشينا كيروش ده يا كابتن؟ وصلك نهايه افريقيا وخلاص شخصية قويه جدا وكانت كل اللعيبه بتخاف بتهاب وليه هويه وانا ما اعرفش يعني كيروش ده انا كنت اتمنى ان هو يكمل معانا لغايه دلوقتي. كنت بتكلم مع بعض اللعيبه بعد الخساره امبارح وخلال طبعا تواجد المنتخب بطمن عليهم يعني، فثلاث اربع لعيبه يا كابتن قالوا لي نفس الجمله، شخصيه روي فيتوريا ما تجيش 10% من كيروش. بيبان طبعا، بيبان من الوقفه بره حتى في اللبس. وانا بقول لك بيبان الشخصيه، هو واضح ان هو بقول لك يعني خاف من البطوله يعني اهاب الخوف وباين على وشه جدا يا حازم. يعني طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ حضرتك راجل محلل وراجل لاعب سابق وراجل لاعب دولي، ايه الاماره اللي تقول ان كيروش عفوا ان روي فيتوريا، اديني اماره واحده بس تقول ان روي فيتوريا مدرب عنده هويه او فكر او بصمه واحده مع منتخب مصر؟ كانت نتائجه كانت كويسه. ما احنا لعبنا منتخبات يا كابتن عامله ازاي؟ بس لعبنا برضو الاختبار الحقيقي الجزائر، كان هما الاختبارين الاقوياء اللي هو بلجيكا والجزائر، والاثنين عدوا، كسبت بلجيكا 2-1 وتعادلت مع الجزائر وانت بتلعب 10 لعيبه. بتكلم على الاحتكاك الرسمي يا كابتن. الرسمي انت ما كانش فيه المنتخب القوي في التصفيات، اختبار حقيقي، الاختبار حقيقي ما ظهرش. وبعدين حتى المنتخبات اللي معاك فين المعسكر يا كابتن؟
ما هو بسبب بقى ان انت عشان يبقى في انتظام دوري وتلحق تلعب كذا ماتش قبل كابتن. كنا بنقول الكلام ده بنديه مسكنات لنفسنا، انما يا كابتن احنا تعبنا. لا انت كنت محتاج اكتر من يعني كذا ماتش ودي مع كذا منتخب افريقي، والمده كانت اطول، ان انت تطول المده، ان انت كنت تروح الكوت ديفوار قبلها بفتره كويسه عشان اللعيبه تتعود على الاجواء، ولكن كل ده ما حصلش. احنا في الاخر اعتبرنا على اسم منتخب مصر بس ان هو بنكسب باسم المنتخب، ولكن التحضير النفسي والذهني والبدني ما كانش موجود خالص من روي فيتوريا. تقييم حضرتك لروي فيتوريا لو قلنا سكيل 1 من 10؟ لا في البطولة دي ما يعديش 2 3 من 10، ما اقدرش اديله اكتر من، يعني ما عملش حاجة، ما فيش حاجة، حتى مباراة نزل عمل تغيير غير من شكل الماتش، مفيش، بقول لك حتى فكره ابو جبل كمدرب، يعني ما اعرفش مدرب حراس المرمى اللي معاه ابو جبل في ضربات الجزاء، يعني بص انت عمرك ما بتلوم حارس مرمى ان هو بيدخل في اهداف من ضربات الجزاء، بس كل الشعب المصري امبارح لام ابو جبل بسبب تصميمه بنفس الطريقه. احنا كلنا بقينا دلوقتي الكره وهي بتتشاط عارفين ابو جبل هيروح يمين والكره هتتشاط في النص او في الشمال، وهو مصمم، وكل مره الوحيده حتى اللي هو قرر ان هو يقف ويصبر شويه جات له على يمينه ما لحقش يصدها، فابو جبل ما كانش مركز خالص. كان محتاج بقول لك ان يبقى عندك حارس مرمى مميز، يعني كنت شايف ان ممكن احمد الشناوي رغم ان هو بعيد بس افضل من ابو جبل في ضربات او صبحي اللي. عواد فين؟ لا عواد فين؟ صبحي ما شفتوش في ضربات الجزاء قوي، لكن احمد الشناوي انا شفته، يعني اصل انت مش هتلعبه مباراه، انت هتنزله بس فقط في ضربات الجزاء. فلا ابو جبل يمكن مش عايز احمله المسؤوليه كلها، وكمان غير وقعت مهند لاشين، وقعت مهند لاشين دي برضو انا مش فاهمها لغايه دلوقتي، سقطه ان انت تبقى مطرود منك واحد، يعني انت عندك 10 لعيبه بس اللي هيشوطوا. كابتن ده كمان مضيع في بيراميدز والزمالك في الكاس ضربه الجزاء ومضيع. انا مش بنتقد مهند لاشين، انا بتكلم ان توقيت نزول وانت داخل على ضربات ترجيح وعارف ان هو هيلعب ضربات جزاء، وهو واضح ان هو قايل لهم كمان ان انا مش هقدر، مش عايز العب ضربات جزاء. هو كان سبب ان او هو اللي ضيع ضربه الجزاء في النص المضيه، وطبيعي طبيعي ان انت لما ومش بنلوم عليه، انا بتكلم عليه بالعكس، ده امين ان هو مش قادر، بس انت في الاخر بتنزله ليه؟ طب ما خلاص نزل واحد بيعرف يسدد ضربات جزاء، نزل ياسر ابراهيم امن ورا وعلى برضه بيعرف يشوط ضربات جزاء. بس طب استكمالا لمسلسل التصريحات في البريس كونفرنس او المؤتمرات الصحفيه، واحنا بصفاتنا الاعلاميه دايما متابعين جيدين بفضل المولى عز وجل لكل هذه التصريحات الفنيه، حديثا بهذه التصريحات روي فيتوريا كان ليه تصريح شهير جدا في مباراه غانا، قال لك اللعيبه قعدت مع نفسها في الشوط الثاني من مباراه غانا. طب حضرتك كنت فين؟ فين؟ على راس القياده الفنيه لمنتخب مصر كمدير فني، اعتقد ان ده تصريح فيه ادانه. طبعا ما فيش حد بيقول كده، يعني ايه لعيبه قعدت؟ لعيبه ممكن بعد ماتش خساره يقعدوا مع بعض في المعسكر مع بعض، ده احنا لعيبه جمعت نفسها بقى بس وعجل. بين الشوطين يقعدوا مع بعض، انت فين دورك فين انت؟ هو كان قاعد فين طيب؟ انا حابب اعرف يعني، هو كان بيعمل ايه بين الشوطين؟ لو اللعيبه هي اللي قعدت تتكلم او ادت المحاضره، طب انت فين؟ لا هو بقول لك اضاع كل اللي عمله في الفتره اللي فاتت والناس كانت مسانداه، الاربع مباريات دي خلت ان كل الهجوم، بقول لك عشان كده صعب قوي ان هو يكمل، ما حدش هيتقبل اي اخفاق ليه بعد كده. كابتن تامر، منتخب مصر ما يدخلش فيه 7 اجوان في 4 مباريات. لا لا، وبعدين منتخب مصر ما يخرجش من البطوله 4 ماتشات من غير ولا فوز، يعني ما فيش هزيمه، بس برضه عيب جدا ان انت وبتلعب مين؟ انت بتلعب موزمبيك وكاب فيردي وغانا في اسوء نسخه ليها، وغانا في اسوء حالاتها، يعني الاربع ماتشات سهل قوي تكسبهم وبسكور كمان. ف الوضع طبعا بقول لك خلاص بطوله للنسيان، لازم نفكر يا كابتن. الكونغو الشوط الاول بتقول لك دخل فيها جون، نص ساعه بتقول لك دخل، المباراه سهله جدا، انت منتخب مصر يا كابتن، يعني ايه منتخب مصر الشوط الثالث والرابع مش قادر يعدي نص ملعبه قدام الكونغو؟ انت مش جاهز بدنيا، والراجل مش عارف يقسم المجهود بتاع اللعيبه، ومش عارف يقسم حتى التغييرات امتى يغير وامتى ما يغيرش. لا انا بقول لك يعني يمكن انا مش عايز احمله، بس السبب الرئيسي طبعا فيتوريا،
يعني لو احنا حطينا اسباب كتيره هتلاقي النسبه الاكثر لروي فيتوريا. طيب بسؤالي عن الاسماء اللي زج بيها روي فيتوريا في هذه البطوله وله بصمه واحده او مش له بصمه واحده، له اختيار وحيد اللي هو اللعيب اللي دخله على التشكيله او على السكواد بتاع كارلوس كيروش او التشكيل المعتاد لمنتخب مصر، هو محمود حماده. قعدوا ثلاث ماتشات ويوم لما فكر ينزله في ماتش مصيري زي ده. انا مش عارف بصراحه. وهو مش هو بس، هو مهند الرشين يا طبيعي ان انت هتستعين باثنين في نص الملعب. انت غيرت يعني، انت رغم ان خط وسط الملعب منتخب مصر انا كنت شايفه من افضل كابتن، انا لما من افضل الخطوط اللي كانت موجوده في مباراه امبارح. يعني انا مروان عطيه قدم مباراه جيده، النني من احسن مبارياته، وانا شايف ان ما عملش ولا ميس باس. من الناس كانت بتتحامل كل المباريات اللي فاتت على النني، ولكن النني انا شايفه امبارح من نجوم منتخب مصر. حمدي فتحي برضو كان بروحه ومجهوده كان عامل مجهود. الثلاثه غيروا، ما في طبيعي ان انت في مباراه مهمه زي دي تغير ثلاثه في نص الملعب وتغير الجنبين كمان، زيزو وتريزيجيه، انت بتغير خمسه اللي هو خط وسط كامل في مباراه نوك اوت. فطبعا طب بلاش كده، انت دلوقتي فاضل 3 4 دقايق ورايح لضربات جزاء، سمعت المعلق بيقول لك في تغيير لمنتخب مصر، اذا بديهيا اللي هيجي في بالك الراجل اللي نازل ده معلم ضربات جزاء. لا خصوصا انت والله مش تقليلا، اللعيبه ادت اللي عليها وعملت اللي عليها وموتت نفسها عشان المنتخب، ولكن انا ما ينفعش ان انا اجيب واحد عنده مشاكل نفسيه او مش مشاكل نفسيه، عنده ايشيو او عنده نقدر نقول عدم توفيق في ضربات الجزاء. لا وهو طلع في برنامج اعتقد مع حد مش فاكر مع مين، طلع قال لك انا عندي ازمه مش حاضر اسدد ضربات جزاء مهمه. صحيح بعد كده. صحيح. فاذا انت عندك لعيب عنده كل لاعب يا كابتن بيبقى عنده مشاكل فنيه يعني، ما ومش عيب. انا ساعات انا لو حاسس ان انا مش قادر ان انا اسدد وحاسس ان انا ممكن اضيع او هضيع منتخب بلدي، لا من الامانه ان انا اقول مش عايز اشوف. مفيش لعيب متكامل بس في الاخر يعني انت عارف، لو انت كنت مجبور ان انت لازم ينزل مثلا من نص الشوط الثاني وموجود بس انت بتنزله في اخر 4 دقايق، ده معناه ان انت خلاص انت عايز توصل لضربات التربيه. طب هو بيفكر في ايه وهو بينزل مهند لاشين؟ انا عايز اعرف. انني تعب في اخر 3 4 دقايق 4 دقايق. طب والاربع دقايق اللي بعد كده اللي انت رايح فيهم ضربات جزاء، ما هو عايز ينهي وبعد كده بقى يفكر في ضربات الجزاء؟ هو مش حاسس ان ضربات الجزاء ممكن تكمل ل8 و9 ضربات يعني. قولا واحدا، يعني اتحاد الكره المصري يتحمل اخفاق منتخب مصر؟ مسؤول طبعا، مسؤوليه بس مش المسؤوليه الرئيسيه. لا قلت لك هي مسؤوليه مشتركه كلها، سواء المسؤوليه الاكبر على مين؟ على لا يعني ما اقدرش اقول اللعيبه، لا اتحاد الكره ومدير الفني. بتفق معاك لان انا شايف اللعيبه موتت نفسها جوه الملعب. لا اللعيبه كانت بتحاول يعني باين يا كابتن دي عندها غيره على منتخب مصر. اللعيبه عايز مش في افضل حالتهم، ولكن ما فيش حد بيقصر. مين العقل المحرك يا كابتن؟ راجل برضو لعيب كبير وراجل لعيب دولي، حضرتك اكيد بتتفق معايا ان كره القدم زيها زي الشطرنج نهائي. انت كمدير فني بتحرك القطع بتاعه الشطرنج اللي هي اللعيبه بتاعتك داخل ارض الملعب، فاللعيبه بتتحرك وبيحصل هارموني او ادابشن ما بين اللعيبه وبيترجم لاداء فني داخل ارض الملعب بناء على فكر المدرب بهويته وشخصيته او الايدنتيتي كمدير فني. دي حقيقه، دي حقيقه. وهو يمكن احنا جت فتره لما اتبسطنا قلنا هويه المنتخب المصري رجعت، ولكن في البطوله دي هويه منتخب مصر ما كانتش موجوده خالص. يعني انت اديت احساس لاي منتخب ان منتخب مصر سهل جدا ان انت تكسبه. يعني الشارع الرياضي المصري بيطالب برحيل اتحاد الكره وبيطالب برحيل فيتوريا، راي حضرتك ايه؟ وبص انا رايي طبعا لو انا كاتحاد كره جايب لهدف ما اللي هي انتخابات وفشلت في بطوله وفي اجماع ان هي بص في الاخر هي خدمه تطوعيه، فلو في اجماع من الشعب المصري ان الاتحاد لازم يستقيل، يبقى ده معناه ان انت خلاص ما تجبرش الناس بقى ان انت لازم تقعد الفتره بتاعتك. خلاص انت اضعت على نفسك فرصه ان انت اختيار صح او تنجح ان انت تجيب بطوله، فخلاص انت فشلت مهمتك الصح ان انت تمشي. انا شايف قدامي سيناريو 2019 بيكرر بحذافيره، وهم استقالوا بعد البطوله. استقالوا. انت غريب. انا في حاجه برضو انا ببص عليها لقيت ان منتخب مصر فيه ظاهره غريبه جدا. احنا من 98 اخذنا البطوله تمام، بعد 98 لعبنا ثلاث بطولات مع كابتن جوهري. ثلاث بطولات بعد 98 ما عملناش فيهم حاجه. عملنا ايه؟ 2000 2002 2004.
جينا الثلاث بطولات اللي بعديهم 2006 2008 2010 قفلنا اللعبة اخذنا البطوله. الثلاث بطولات اللي بعديهم ما وصلناش اصلا بطوله امم افريقيا اللي هي 2012 13 15. جينا اول بطوله نوصل بعدها 2017 وصلنا فاينل 19 نطلع دور ال 16 البطوله اللي بعدها فاينل البطوله دي دور ال 16 فماشيين بصوره يعني غريبه عارف تحس ان هو ايه لو انت عارف هتعمل ايه في البطوله قبل ما تخش يعني. فاتمنى بقى ان منتخب مصر يرجع نفكر ان انت عندك لعيبه ممكن تبني عليها كويس قوي. عندك لعيبه زي زيزو وامام عاشور ومحمد عبد المنعم تقدر دول خلاص بقى عندهم خبرات مع طبعا محمد صلاح. وفي منتخب اولمبي برضه يقدر ان هو يكون لازم تبتدي بقى الدعم وتدخل ان انت خلاص بتلعب منتخبات كلها صغيره في السن كلها بدنيا اجهز منك. ما ينفعش ان انت يبقى عندك اعمار سنيه كبيره. اه خبرات مهمه في اوقات معينه ولكن ما ينفعش ان انت يبقى في خمس ست لاعبين فوق ال 30 او فوق ال 32 بيلعبوا اساسيين في منتخب مصر. اقول لك مفاجاه. طيب اكبر لعيب او مش هقول لك اكبر اصغر لعيب في منتخب مصر محمد صبحي عنده 25 سنة. 25 سنه هو وامام ولا امام اكبر امام اعتقد 26 ولكن انا هنا بس بتكلم في جزئيه مهمه جدا ان انت بتوعدنا بجيل جديد وان انت جاي تبني للمستقبل وانت اصغر لعيب عنده 25 سنه. ده وبعدين انت كمان انت مفروض بتفكر في المنتخبات كلها فانت الاربعه دول رايحين يلعبوا في الاولمبيكس في باريس في شهر 6 او 7 فطبيعي ان انت تدخلهم في الاجواء دي عشان تديهم خبرات عشان لما يروحوا يلعبوا في الاولمبياد يبقى عندهم الخبره والخبرات ان هم يقدروا يعملوا نتائج جيده. طيب نروح لنادي الزمالك اللي فرحنا كلنا امبارح. ما هو امبارح نص اليوم الاولاني كان حلو والنص الثاني كان ما لحقناش نقول هي طيب شفت ازاي تتويج نادي الزمالك بالكاس؟ اتفرجت على المباراه قد مباراه كبيره طبعا الجماهير العظيمه بتاعت حاجه مبهجه حاجه جميله. ايه شيكابالا وحلاوته وايه شيفو ومتعته وايه الونش واللعيبه والمجموعه وعمر جابر عايز اشكر الجماهير اللي في دبي يعني امبارح ده العادي يا كابتن جدا. جمهور الزمالك جمهور الزمالك امبارح بجد يفرح بالتشجيع بتاعه بالمسانده الكبيره يعني. انا امبارح المباراه حتى ميزتها انها تحس ان هي مش مباراه وديه ورقه رسميه يعني وبتلعب فرقه تقيله انت بتلعب فيرمينو وبتلعب اللي هو لعيب اللي هو بتاع لو كان بيلعب في نيوكاسل اللي هو ناحيه الشمال ماكسيما لعيب هايل فرقه تقيله جدا تكسبها 3-0 وانت ناقص برضو لعيبه زي زيزو وفتوح وصبحي لعيبه ثلاثي يعني مؤثر في جمهور الزمالك والحاجات بقى الحلوه اللي احنا بنستناها بعد كل مباراه او بعد كل بطوله مع نادي الزمالك. هو الزمالك معودنا على الـ 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 اللي هو يعني احنا بص ابتدينا البطوله الاولانيه بتلعب الوحده الاماراتي وام صلال وصلال الاثنين اضعف بكتير جدا من الرجاء واهلي جده. بس من الواضح ان كابتن معتمد كان عنده فكر شويه في حته الناشئين ان هو اول بطوله اول مباراتين يمكن ولكن البطوله الثانيه كانت معاك يا بدا يستعين بالخبرات مباراه الرجاء ابديناها بصوره ممتازه طبعا الهدف الهدفين اللي دخلوا فينا ضربتين جزاء منهم الاولانيه يعني حاجه ضربه جزاء وهميه. فالمباراة ان شاء الله يعني بتاعت اهلي جده دي هتدي ثقه كبيره جدا مع التدعيمات مع طبعا نبارك النهارده برفع القيد من الفيفا ففي الصفقات الجديده انا شايف ان معظمهم ان شاء الله هيفيدوا نادي الزمالك. طبعا في صفقات كتير قوي في مركز واحد ولكن واضح ان في لسه في الحقيقه الصوره دي بتحسب لمجلس اداره نادي الزمالك هم اللي نظموا المعسكر وهم اللي اتفقوا عليه وهم اللي عملوا كل حاجه بري سيزون في نص السيزون حاجه محترمه حاجه مشرفه أنا جدا. انا شايف المعسكر مكاسب كان مهم جدا مكاسب وافضل من ان انت كنت تلعب الرابطه يعني رغم ان الرابطه دي بقت بطوله مهمه واللي بيفوز بيها بيروح يلعب في بطوله السوبر ولكن اللي انا شفته في الاربع مرات دول اعتقد ان هو هيفيد لعيبه الزمالك اكتر من شيكا افضل لاعب شيكا هداف هداف البطوله شفت ده ازاي؟ شيكا انا بشوفه يعني زي ما احنا بنقعد نتكلم على رونالدو 39 سنه ولسه هو المؤثر 39 سنه خدوا بالكم بقى ها ده 39 سنه لعيب انا بقول لك انا كان نفسي انه موجود في منتخب مصر حتى لو بقول لك لو بيلعب فترات قليله عفوا يا كابتن للمقاطعه ولكن انا حابب بس ارد على هذه الصوره كان في ناس بتطالب شيكابالا من 3 4 سنين بالاعتزال شيكابالا النهارده يقول لك جاي يعتزل في الزمالك اتفرجوا وقالوا عبد الشافي كده وقالوا وعبد الشافي انا دلوقتي بشوفه من افضل الباكات ليفت اللي موجوده في مصر صحيح
لقطة برضو كده من الحاجات الجميلة ويمكن علقت عليها في الانترو يا كابتن، وقلت من أجل هذه اللحظات تلعب كرة القدم. شيكابالا قيمة كبيرة جدا لنادي الزمالك العظيم، وهو بيروح يدي عبد الشافي، عشان بعض الناس كانت بتتساءل، بص مش ملاحق عمال من جايزة لجايزة وبيضحك يعني فاهم، الراجل مش عارف يشيل. لا وانت زي ما انت بتقول اللقطه ان هو يدي شرط الكابتن عبد الشافي عشان بيلعب قدام نادي السابق. صحيح. يعني انا يا رب الروح دي تفضل موجوده مع لعيبه الزمالك على طول، لان انا بشوف ان مفيش الكاميرا تحب النجم. بس انا عايز اكمل على النقطه دي، ان مفيش منتخب او فرقه بيحققوا بطوله الا لما يكونوا النفسيات كويسه وكلهم بيحبوا بعض وكل مش فارق مين الاساسي ومين الاحتياطي. اول ما هيبتدي لعيب يفكر لا بيلعب ليه وانا ما بلعبش ليه، اعرف على طول ان عمر ما الفرقه تاخد بطوله. فاتمنى لو هتوصف شيكا بكلمه بعيدا بقى طبعا عن كل الالقاب اللي احنا بنديها لشيكا. لا الصوره مش زملكاويه، الصوره افريقيه. والمشكله ان احنا مش احنا في مصر هنا، يمكن عشان موضوع يعني ساعات مش عايز اتطرق للموضوع ده، موضوع ان هو زمالك او اهلي، ولكن قيمه شيكابالا دي شوفها بره للعيبه الافارقه اللي كلهم بيطلعوا يقول لك انا مثلي الاعلى كان شيكابالا. شوفها في 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 المحافل اللي زي دي، لما بنطلع بره شوف الناس بتتهافت على شيكابالا، على مهاره شيكابالا. هم اللي عارفين قيمته بصوره جيده. عايز برضو اشكر في الحقيقه نادي اهلي جده على لفته ولقطه رائعه جدا، ان هم يروحوا لغايه اوضه اللبس عشان يكرموا عبد الشافي كلاعب سابق ليهم. لا هو معشوق، معشوق الجمهور السعودي خصوصا جمهور اهلي جده، قعد سنين وكان يعني ان هو يبقى باك ليفت ويبقى من اكتر الناس اللعيبه اللي جت في تاريخ اهلي جده، يعني هو حاطينه من اللعيبه الاسطوريه، فهو اسطوره في الزمالك واسطوره في اهلي جده. عمرك سمعت صوته؟ ولا انا عمري ما شفت له انترفيو حتى. يعني لا راجل بيلعب كوره لهدف الكوره فقط. الجمهور بقى هنا كابتن واحتفال لاعبي نادي الزمالك حاجه مبهجه، حاجه لا الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف جمهور الزمالك وهو الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف جمهور الزمالك فعلا مبسوط واللعيبه مبسوطه والصوره حلوه والمنظر حلو. الجمهور ده يعني بلاش اقول ان تعب، لا بس الجمهور ده بيستحمل كتير، هو اكتر جمهور شفته مساند لفريق، لان احنا في اخفاقات كتيره جدا، كان ممكن تلاقي نص جمهورك بعد عن تشجيع الزمالك، ولكن رغم الاخفاقات دي ورغم الخساره بتلاقي جمهور متمسك اكتر بالتشجيع كمان. يا كابتن الناس دي متغربه ورايحه عشان تشتغل ورايحه عندها التزامات وعندها مسؤوليات، عشان كده انا بحب لما الزمالك بيروح يفرحهم هناك، لان فكره ان انا ابقى في غربه والاقي الفرقه اللي المنتمي ليها بتيجي وتفرحني في البلد اللي انا عايش متغرب فيها دي، انا اكيد بتسعد اي زملكاوي. شايف دور شيكابالا مع عبد الشافي والربط بين الخطوط وبرده اوباما بيشتغل بين الخطوط بشكل اكثر من رائع، يعني كان ليهم دور كبير الثلاثي ده بالذات مع الونش طبعا من مكاسب المباراه. طبعا الرباعي مع بقى بعض الشباب اللي طلع عجبني جدا، عمار ياسر اللعيب بص جسمانيا عامل ازاي ولعيب عنده ثقه. شيكابالا الجديد ده لا يعني الستايل مختلف، هو بيلعب رجليه اليمين، ولكن لعيب لا لعيب كويس جدا، واتمنى ان كل فتره كده يطلع لنا اثنين، لانه معروف طول عمر الزمالك ان بيطلع اثنين ثلاثة اربع ناشئين على سنه سنتين بيلعبوا مملقبينه في الناشئين بشيكابالا الجديد بالمناسبه. هو لعيب كويس قوي يعني، لعيب واضح ان هو واثق من قدراته يعني. عواد والتالق والكلين شيت. عواد انا بشوفه حاليا احسن حارس مرمى في مصر، وهو شايف ان الظلم اللي اتظلمه ده ممكن يبقى سبب من اسباب خروج منتخب مصر يعني. تقييمك لاداء كابتن معتمد جمال وتوليه المهام الفنيه لنادي الزمالك؟ والله بص قدم عليه، يمكن انا كنت بقول لك ان الموضوع هيبقى عليه ضغط جامد قوي ان هو يمسك لوحده، لان الجمهور مش بيتقبل فكره ان هو يستحمل المدير الفني الاجنبي، ولكن المدير الفني المصري مع اي اخفاق هيبقى في كلام لا لازم يمشي، لا لازم مدير فني اجنبي. فعشان كده انا كنت شايف ان معتمد ادى الفتره بصوره ممتازه، ولكن وجوده بقى مهم جدا. انا ما اعرفش هو هل هيكمل مع مدير فني الاجنبي الجديد ولا هيعتذر، ولكن اتمنى انه يكمل، انه هيساعده كتير قوي في فهم الفرقه بصوره سريعه. عواد امبارح اعتقد ان هو بتالقه ده بيوصل رسائل كتيره جدا. ما انا قلت لك وصل رساله، واعتقد لو فضل بالصوره دي لا هيبقى من يعني في فتره جايه اعتقد انه هيبقى الحارس الاساسي لمنتخب مصر. لو هنقول مكاسب المعسكر
مكاسب اللي انت رجعت لعيبه كتير قوي كانوا بعاد عن الونش، كان بعيد بعد الاصابه، البطوله دي رجعته ممكن يرجع خلاص مباراه الدوري. اوباما نفس الكلام، عبد الشافي بقى ليه ظهور مع رجوع فتوح. لا يعني الفرقه كل واحد بقى خلاص عارف مكانه، ما بقاش عندك عمر جابر وحمزه بسوس يمين، بقى عندك محمود علاء والونش، عمر جابر والاسيست والزناري. عمر جابر حبيبك ده، حبيبي حبيبي ولعيب انا بشوفه من اللعيبه اللي بتعشق نادي الزمالك جدا، وبتشوف المجهود اللي بيأديه في الملعب ازاي وبيموت نفسه. ممكن يبقى مش موفق، ولكن انا بتكلم عن الروح والقتال في الملعب لنادي الزمالك، انا بشوفه في بالاخص في اللعيبه الكبار سواء عمر جابر او شيكابالا او عبد الشافي او الونش، الاربعه دول عاملين تاثير كبير جدا في نادي الزمالك. لو هنقول من وجهه نظرك نجوم البطوله، شيكابالا ده في حته تانية لوحده، الونش، وعجبني لعيب برضو الناس كانت بتهاجمه كتير جدا، عجبني جدا امبارح سامسون. يعني واضح ان هو عنده والله، يعني الناس هجمته، ولكن لعيب قوي جدا. شفنا الاسيست اللي عمله في الجون الثاني، عمل اسيست الجون الثاني ولعيب قوي وبيضغط لا واضح ان هو كان محتاج ماتشات. احنا قيمناه برغم ان هو اول مباراه ليه مع نادي الزمالك جاب جون، فاكر في اول مباراه في الدوري كان مع سموحه اعتقد. فسامسون انا شايفه ممكن ما يبقاش الراس حربة الاساسي، وعمل في الشوط الاول بس للاسف جت جنب العارضه. لا انا قصدي وجوده مهم، يعني كانت الناس كلها بتطالب ان هو يمشي، انا شايفه لا في تحسن مستمر يعني. طيب بتشوف ازاي الاداره الكبيره لمجلس الاداره والتعامل بمهنيه وحرفيه وبلان وسيستم في مجلس الاداره، كل واحد منوط بملف خاص، كل واحد عارف دوره داخل المجلس، وده السيستم اللي اتعمل واعتقد انعكس عليه او انعكس على نادي الزمالك بحل العديد من مش هنقول الازمات ولكن المشاكل اللي كانت بتواجه. انت بتتكلم على كابتن حسين لبيب على راس مجلس الاداره. حسين لبيب انا ممكن اعرفه معرفه شخصيه من فتره، راجل محترم جدا وراجل عاقل جدا ومنظم، وما بيحبش اللي هو مش مجلس، المجلس ده مش جاي شوي ان هو كل واحد انا عملنا وما عملنا، كل واحد ماسك ملف، ما بيتدخلش في الملف التاني، بيشتغلوا بطريقه، وعدوا الناس بحاجات ابتدوا يعملوها، يعني هم كان في وعد على الابقاء على زيزو، الابقاء على زيزو، فك القيد، المعسكرات في الفريق، كويسه، الاسماء كويسه، فكل اللي عملوه من ساعه ما جم، والكلام ده بيتكلم في من شهر 10، يعني بيتكلم في شهر 3 4 شهور، فلغايه دلوقتي انا بشوف مجلس اداره ناجح ويشرف. اتمنى ان احنا نستمر. تجديد لفتوح برضه يا كابتن، واعتقد التجديد لصبحي كمان في الطريق. ما انا بقول لك ان لحقوا الزمالك من السقوط في الهواء، لان كنا داخلين في مرحله صعبه جدا، فلوس كتيره قوي علينا ممكن ما نعرفش نسددها، ايقاف قيد ممكن يقعد لفترات طويله، لعيبه بتمشي وتسيبك، فان هو يرجع في 3 4 شهور يرجع كل الكلام ده يوضح ان مجلس اداره ان شاء الله الاربع سنين يبقى نجاح مستمر يعني. سؤال الحلقه جاهز معانا يا شباب؟ طيب لغايه ما سؤال الحلقه يجهز يا كابتن، عايز اعرف من حضرتك يعني بشكل عام كده، شايف ايه اكتر التدعيمات او ايه اكتر المراكز اللي شايف نادي الزمالك هيكون محتاجها في الترانسفير ماركت الحالي؟ بص احنا طبعا كل الاسماء اللي احنا يعني احنا سمعنا عن ياسر حمد لاعب فلسطيني، ما تاخدش مني انا اي تصريح، انا سمعنا اللي هو اللي تم الاتفاق معاه، يعني في كلام على عبد الله السعيد، في كلام على اعتقد في لاعب في الداخليه اسمه هاب ياسر. انا عايز اعرف من حضرتك الاحتياجات الفنيه. انت مش عايز الاسامي اللي احنا سمعناها، نشوف أنا عايز أعرف الاماكن الاحتياجات. صحيح. لا الاماكن احنا محتاج لعيب رقم 6 مع دونجا، محتاج راس حربه، وراس حربه يجي افريقي سترايكر رقم 9 هجام، بس راس حربه اساسي. انا بس كل اللي انا بقولهم دول يجوا يلعبوا في ال 11، يعني مش عايز اجيب لعيب عشان اقعده احتياطي مثلا لعيب موجود في الزمالك. حضرتك تقصد ان يكون في منافسه مع سيف الدين الجزيري، منافسه مع دونجا؟ لا يبقى اقوى من سيف الدين الجزيري كان، انا بحب سيف الدين الجزيري جدا، بس انت محتاج خلاص تدعيمات ان اللي يجي لازم يجي يلعب على طول، فانا محتاج راس حربه قوي، محتاج وبالتاكيد سيف لعيب كبير ومهاجم كبير وراجل مهاجم دولي. حضرتك عايز بس يبقى عندك وفره، لان انت بتلعب في كذا بطوله وبتنافس على كذا بطوله، ثلاث اربع كلهم بنفسه بعض، بس صحيح. محتاج بقول لك اللي يجي، ما ينفعش ان انا اجيب لعيب عشان اقعده احتياطي، انا عايز لعيب يجي يبقى اساسي يفيد الفرقه. صحيح. فانا شايف ان سترايكر
محتاجه، رقم ستة محتاجه دستروير، دستروير اللي هو زي دونجا، محتاج طبعا سنتر باك، سد باك اللي هو قلب دفاع مع الونش ومحمود علاء والزناري. يعني ناحيه الشمال مش دلوقتي في فتوح وفي عبد الشافي، اليمين مسوسي ورحمه عمر جابر، وعندك سيد نمر ممكن يؤدي في الحته دي. يعني نقدر نقول ابرز المراكز سنتر باك وسترايكر ودستروير رقم ستة. وطبعا لو محمد صبحي ما جددش يبقى محتاج حارس مرمى مع عواد. بتشوف ان احنا اعتقد ان خلاص يعني ان شاء الله بعد اعلان المجلس ان هو باذن الله هيجدد، فاعتقد ان الموضوع شبه محسوم يعني. خلاص يبقى انت مش محتاج ساعتها كده جول كيبر، محتاج بس طيب. بقول لك سنتر باك رقم الهاف ديفند رقم ستة وراس حربه، وممكن يبقى طرف من الاطراف يعني. استاذن حضرتك نروح لموضوع حلقتنا. اتفضل. يلا يا شباب، موضوع حلقتنا النهارده كان بيقول فشل فيتوريا في قياده المنتخب بامم افريقيا ومصيره بعد توديع البطوله. البدايه من عند مين؟ احمد عصمت. مساء الخير يا احمد. فعلا اللوم الكبير يقع على عاتق فيتوريا والمسؤوليه الملقاه على عاتقه اكيد مصدرها اتحاد الكره، ولكن تناقض طرق لعبه وعدم دراسته لقدرات منتخبنا قبل المنتخبات الاخرى بدقه وهو سبب هذا الاداء، كنايه عن مدلول عدم انسجام اللاعبين لافكاره وعدم القدره على تطويعهم لينال ما يريد، وحتى تناقض تعامله بالنسبه للاعب او اخر هو سبب هذا المردود. احمد عصمت ابو حبيب، بشكرك يا استاذ احمد. اللي بعده السيد جمال، مساء الخير عليك يا استاذ احمد وعلى الكابتن الكبير تامر صقر. اعتقد ان بطوله امم افريقيا كانت من أسوأ النسخ للمنتخب الوطني، اما بالنسبه لفيتوريا اعتقد دلوقتي يبقى حان وقت الرحيل بعد ظهوره بمستوى سيء في البطوله رغم المنافسين الضعاف، واتمنى التوفيق للمنتخب الوطني فيما هو قادم، واحب ابارك لكل الزملكاويه على الظهور بمستوى جيد جدا في مباراه امس وحصد البطوله الوديه الدوليه. اللي بعده عبد الحفيظ السبعاوي، مساء الخير عليك يا احمد ودايما منور قناه الزمالك. فيتوريا فشل والمسؤول عن فشل الكره المصريه هو اتحاد الكره اللي بيدير المسابقات المحليه بطريقه عشوائيه ومن غير سيستم ومفيش عدل بين كل الانديه، عشان كده دي كانت نتيجة الفشل في الكرة المصرية. لازم يكون في تغيير في المنظومة الرياضية كلها ونشتغل صح والنبي منتخب قوي، أو نبني عفوا منتخب قوي قادر على المنافسة في كل البطولات الإفريقية. زملكاوي لآخر العمر عامل هاشتاج أخبارنا، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن تامر في الحقيقة يعني استمتعت وبتشرف دايما بوجودك. أنا اللي بستمتع كل مرة بيك، وأتمنى طبعا لجمهور الزمالك كل الخير إن شاء الله. مشاهدينا الاعزاء بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، تحليل وافي لكل الامور الفنيه والاداريه فيما يخص منتخبنا، وايضا تحليل كافي لمشاركتنا في كاس التحدي في دبي. كان في الحقيقه تحليل رائع من الكابتن تامر، واستفدنا في كل الامور الفنيه فيما يخص منتخبنا ونادينا نادي الزمالك العظيم. شكرا لحسن المتابعه.